أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي. وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي، عمته مساء. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة. وهذه طبعا راح نستكمل حديثنا عن هذه المجلة، تناولناها في حلقات سابقة، مجلة الرياضي 17 يوليو 1982، إيطاليا عروس كأس العالم 1982. فعلا جيل يعني لا يمكن أن ننساه. صحيح. يعني في إيطاليا هذا الجيل بناء بيرزوت. نعم. 76. نعم. 77 78 لعبوا على المركز الثالث والرابع، قدموا مستويات جدا راقية. أيضا كمل معاهم في بطولة أوروبا سنة 80 وبطولة مندياليتو لعب فيها بعد أيضا، اللي هي تقريبا بمناسبة مرور 50 سنة. نعم. على بداية كأس العالم وقيمة في مونتفيديو في الأوروغواي سنة 80، وأيضا كمل معهم في التصفيات. نعم. وشارك وياهم في كأس العالم. نعم. طبعا بفهد يعني من اللاعبين اللي برزوا يعني في هذه الكأس في إيطاليا، يعني غير باولو روسي ودينو زوف اللي صورهم على الغلاف، يعني أذكر كونتي، أذكر تاردلي. صحيح. صحيح. يعني أذكر التوبلي اللي سجل هدف ثالث. أيال توبلي يعني هذين فعلا كان فريق. أوريالي يعني، لكن يعني فعلا فريق يعني كان في كابريني، كوليباتي، وحقق المستحيل، جنتيلي، يعني فريق يعني يمكن ما كان مرشح. صحيح. وكنت أتمنى أن يكون وياهم بتيجا. نعم. يعني هداف يوفنتوس. نعم. لكنه أصيب قبل بطولة كأس. نعم. العالم. إيطاليا تؤكد أنها ليست غريبة على الكأس وتتفوق على بولندا، وروسي يسجل، روسي يسجل أهداف الفوز. صحيح. فازوا إيطاليا 2-0. صحيح. جولين لباولو روسي، أذكر أحد هالأقوال الرائع، كونتي يعني صنع. صحيح. الجول، وروسي يعني تشندس براسه هدف الثاني. هدف الثاني هذا طبعا منتخب بولندا أداء وخبرة، وكان مفاجأة الدورة يعني. صحيح. حصان الأسود يعني منتخب. صحيح. بولندا استطاع أنه يحصل على المركز الثالث. شوف منتخب بولندا تقابل مع منتخب إيطاليا في دوري المجموعات وتعادل 0-0، كان منتخب بولندا شوية يعني له الكفة يعني، لكن انتهت المباراة بالتعادل 0-0. سبحان الله تقابل قبل النهائي وقدر منتخب الإيطالي يفوز. يا أخي إيطاليا مستنين مفهد. أي مدرب إيطاليا يعني ثلاث لعبات ما حد يقدر يوقفهم لو لاعبين. عقب ألمانيا مباراة أو مبارتين كان فازوا على هالسنة. هي أربع لعبات مباراة. أربع. هني طبعا الأرجنتين لم تكن في مستوى القمة طبعا، وعندنا هني إذا تبي تعلق عليها مفهد. هات هذه طبعا صورة الكابتن مارادونا. سقطت كلها يعني، كان الناس متوقعين أو متعشمين مارادونا انه يقدم مستوى جدا راقي، خصوصا انه كان النجم الاوحد في منتخب الارجنتين. تصور يعني رقم 10 كان يحمله كيمبس هداف كاس عام 79، لكن مارادونا قدر انه يحرز او ياخذ الرقم هذا، خصوصا انه 79 احرز مع منتخب الشباب بطوله كاس العالم الشباب وهو دياز في اليابان بعد فوزهم على الاتحاد السوفيتي. ومارادونا هني كانوا متوقعين منه العالم أن يقدم مستويات راقية، لكن قل الخبرة يعني. نعم. ما قدر يبرز وتنرفز في. نعم. في 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 مباراة البرازيل وانطرد في هالمباراة هذه، لكن قدر يكتسب خبرة وقدر يرجع أو رجع سنة 86، قدم مستويات جدا راقية في سنة 86. نعم. طبعا في صورة هني جميلة لبيرزوت، طبعا يقولك في أحلى أيامه يعني، أكيد يعني بيرزوت قدم فريق او جيل. نعم. ذهبي عرف شلون تؤكل منه الكتف. نعم. ايش رايك نطلع فاصل ابو غازي ونرجع؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا كنا في البارت الأول نتكلم عن أيضا كأس العالم سنة 82. الله
كونتي هذا من لاعبين المميزين فهد يعني لاعب بس ما اعتقد هذا كونتي مو كونتي هذا لا هذا مو كونتي هذا مو كونتي ايش اي اتاردلي اي شوف ايش كاتبين تحت ايش كاتبين كونتي, كونتي. اي غلط اتاردلي هذا صاحب الهدف الثاني في مرمى ايطاليا في مرمى المانيا صاحب الهدف الثاني في مرمى المانيا والهدف الاول في مرمى الارجنتين الهدف الاول في مرمى الارجنتين صحيح لاعب يعني نجم قدير وهذا طبعا بونيك هداف ممتاز وهو القوة الضاربة في صحيح. منتخب بولندا وهو يعني لا الفضل يعني انه يعني وصل أكيد. الى قبل النهائي صحيح يعني قائد المنتخب احترف في جوفنتوس حرز المركز الثالث شوف من باب يعني صدفة ابو فهد ان افضل مهاجمين في العالم في ذاك الوقت باولو روسي وبوريك كانوا مهاجمين جوفنتوس صحيح يعني وهم هدافين العالم يعني في ذاك الوقت عندنا كذلك هذه صورة للاتو هذا طبعا من نجوم بولندا كذلك نجم المنتخب البولندي الاصلحي الاصلحي بضربات الجزاء المانيا الغربيه انهت امال الفرنسيين بعد اطول مباراه واكثرها اثاره المباراه انتهت في الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 ابو فهد يلعب فريقان بعدها وقتا اضافيا وتعادلا 3-3 الفيصل بينهما كان ركلات الجزاء لتنتهي النتيجه لصالح المان الغربيين 8-7 الكرة ما تبي وقت الفرنسيين لا الفرنسيين ترى تقدموا 3-1 صحيح 3-1 واشواط اضافيه ايوه يعني تعادلوا تتكلم يعني باجي تقريبا اقل من 16-17 دقيقه شو اسمه اللي قبل الاسامر مال فرنسا تريزور اي تريزور اذكر تريزور الاسامر حلوه الاسامر ايه مباراه طبعا هذه يعني لاتو وتكلمون عن المباراه هذه هني طبعا هذا انتونيولي طبعا هذه ضربات الجزاء كاتبين اسماء اللاعبين اللي سجلوا اذا تبي نستعرضهم فهد من المانيا لا ما ندحي اي والله يعني هني طبعا الهدف الاول بس على الاقل الالمان سجله لتباريسكي لتباريسكي اي لتباريسكي وتعادل طبعا بلاتيني بلاتيني من ركله الجزاء اي نعم بعدين احرز تريزور واحرز جيريس نعم بعدين احرز رومانيجا بعد نزوله نعم الكره لعبها عرضيه ماغاث احرز رومانيجا الهدف او لا برايتنر يطلعها وبعدين احرز اللي هو فيشر لاعب شالكه على طريقه ايش خبرك ماغاث ماغاث ايش فيه ايش خبرك فيه لاعب كابتن منتخب المانيا ونادي هامبورغ خط شلون غطي يعني ما يعني عقب كاس عالم 82 اي خلاص هذا عمره يعني إيه لعب 83 اخذ بطوله اوروبا مع صح مع هامبورغ اي نعم بعد فازهم على اليوفي احرز هدف جميل جدا بس ترى يعني ابدع في كاس عالم 82 اي وحتى بطوله اوروبا اي نعم خمس دقائق صراحه مع جاسم يعقوب قررت الاعتزال بعد ان تحققت احلامي الكبيره هذه صوره جميله المرعب يصوب كرة صاروخية في إحدى المباريات الخارجية عرفته الملاعب موهوبا منذ صغره ترعرعت طموحاته وآماله التقت الرياضي العربي مع محبوب الجماهير ملعب الملاعب جاسم يعقوب بعد أن علمت بنبأ اعتزاله وتقديمه طلبا رسميا بذلك لإدارة نادية وفهد لإجراء اللازم فكان لنا معه هذا الحديث الصريح ايش رايك كمل فيه بحلقه القادمه بس نبي التجوري وخلاص التجوري صوره جاسم استاهل اي والله صوره جميله المرعب الكره الكويتيه الكابتن جاسم يعقوب ننهي فيها حلقتنا اعزائي المشاهدين وصلنا نهايه حلقه تقبلوا تحياتي تحيات اخوكم فهد عبد الجليل الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه